Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. نواصل معا سلسلة تعلم الكتابة للمبتدئين. زيادة تعلمكم الكتابة بأسهل طريقة، تخلصكم من الأخطاء الإملائية، وكذلك تعلمكم كلمات جديدة ومفيدة. إذن فلنبدأ على بركة الله. أول كلمة هي لو. لو. ثاني كلمة ماتر. ماتر. دونك قلنا لو ماتر. كلمة ثالثة دون. 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 ان. ان. كايي. كايي. ان كايي. ثم ا لي. ا لي. بعد قراءة الجملة لو ماتر donne un cahier à Ali. Le maître donne un cahier à Ali. المعلم يعطي كراسا لعلي كما تشاهدون في الصورة. نحاول أن تكتبوا هذه الجملة وحدكم كالعادة، ثم ننتقل إلى الشرح. إذا قلنا أول كلمة هي لو. لو. ال او. دائما قلنا بأن الجملة تبدأ ب اون ماجيسكول، دونك هنا لدينا ال ماجيسكول و او. لو ماتر. ماتر. اي هو اي. تي بما أننا نطقناه في حالة سكون، دونك يأتي لو إر بعده مباشرة، داكو؟ لا نضع شيئا بين لو تي إي لو إر، قلنا ماتغ، داكو؟ لو ماتغ. دون. دون. دو، يعني سمعنا الحرف د و لو أو، دو، ثم قلت دون، يعني وضعنا الشدة فوق الحرف ان. دونك في اللغه الفرنسيه اون دوبل سيت كونسون، اون فا دوبلي لو ان، يعني نضاعف الحرف ان. دون. ان. الان سنعرفه، نسمعه عده مرات ونراه عده مرات، يعني نتعلم هذه الكلمه ان. كا هو الحرف سي مع ا. كا ي. ك ي. نكتب الحرف اش لكن لا ننطقه هنا. اي او ار هو ي. ي. ان ك ي. ا. هنا نضع لاكسون غراف فوق ا لانه هنا عباره عن حرف او اداه ربط وليس لو فيرب افوار. دونك نكتب أ ب لاكسون غراف، داكو؟ أ لي. أ لي. أ لي هنا هو اسم ولد تنوم بخوبر، دونك أون فاليكخيغ أفيك أون ماجيسكول، نكتبه دائما بحرف كبير، لأنه اسم علم. دونك لو ماتر، يجب أن أتذكر دائما بأن لو ماتر لا يكتب ب أ. أ أكسون غراف وإنما يكتب ب أ إي. ماتر. دون. دون يكتب ب دوزان، داكو؟ دون. أن. ثم كايي. كايي كذلك يجب أن أضع في ذهني بأن لو مو أو الكلمة كايي دائما يجد فيها الحرف أش.
إذن يجب علي أن أحفظها بهذه الطريقة. يجب أن نكتبها بكل بساطة C A I E R. هذا خاطئ. دونك عندما أكتب كلمة ما يجب علي أن أركز على طريقة كتابتها، وذلك لكي أتعلمها أو أحفظها. وعندما أصادفها في جمل جديدة فإنه لن تكون لدي أي صعوبات في كتابتها. دونك قلت لكم وأعيد دائما بأنه عندما أقرأ يجب أن أتوقف عند كل كلمة وأركز فيها لكي أتمكن من تذكر طريقة كتابتها. وكذلك بطبيعة الحال يجب أن أبحث في معناها أولا. ما معنى هذه الكلمة؟ ك ي هو كراس يكتب ب أناش في الوسط. دونك يجب أن أقرأ بكل تركيز. ثم هنا قلنا أ أكسون غراف. لماذا وضعنا الأكسون غراف؟ لأنها سون بريبوزيسيون، هو أداة ربط مثل حروف الجر في اللغة العربية. دونك يجب علي أن أفرق بين لو أ لا بريبوزيسيون و le verbe avoir. D'accord. هنا لدينا donne, c'est le verbe. الفعل هنا هو donne. Donc le a هنا c'est pas un verbe. ليس فعلا وإنما une préposition. ثم a لي اسم سهل جدا، لكن يجب علي أن أتذكر بأن le nom propre دائما يكتب ب une majuscule. بطبيعة الحال كل جملة خبرية la phrase déclarative في اللغة الفرنسية تنتهي ب ان بوان نقطة. داكور. إن كانت هذه جملة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أن الفيديو قد نال إعجابكم. أشكركم على متابعتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.